بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. أولا وبادئ ذي بدء أرحب بأخي وزميلي سي خلد الرئيس المدير العام لمجمع أجيل الذي هو اليوم في زيارة للجزائر على رأس وفد من الشركة من إطارات شركة أجيل اس ان دي بي تونيزي، وهذا اللقاء يندرج في اللقاءات التي تدخل أو تهدف إلى تقوية العلاقة التجارية والتعامل التجاري بين المؤسستين، سواء مؤسسة اس ان دي بي أجيل أو مؤسسة نفطال اللي هي معروفة فيما يخص توزيع وتخزين المواد البترولية على المستوى الوطني. مؤسسة نفطال اليوم كانت لها فرصة بتعرض كل خدماتها وسلعها التي تقوم بتسويقها على المستوى الوطني، وكنا طرحنا فرص التعاون والموجودة اللي يمكن استغلها بين المؤسستين. وفيما يخص الطرح تاع الإخوة المسؤولين تاع مؤسسة أجيل، فإننا مؤسسة نفطال لها كل القدرات والإمكانيات باش تزود المؤسسة في كل حاجياتها فيما يخص السلع، وكذلك فيما يخص الجانب التكويني للعمال، لأنه مؤسسة نفطال لها ما فيه كفاية من مراكز تدريب وتكوين، وهذا الشيء اللي إخواننا التونسيين في حاجة إليه. وكما تم زيارة مؤسسة باق اللي هي مؤسسة تابعة لمؤسسة نفطال اللي هي فيليال 100% نفطال ومختصة في صناعة قارورات الغاز البيطان، وإخواننا المسؤولين تاع مؤسسة أجيل هما في أشد الحاجة إلى هذا المنتوج. إذن مؤسستنا قادرة أن توفر كل الحاجيات ومن سلع وخدمات، وكذلك فيما يخص الجانب التكويني والجانب الجانبات أو الأفاق الأخرى اللي قادرين نطورها، ونقدروا بالتعاون الثنائي بين المؤسستين أن نقدم دفع قوي لكلا المؤسستين، ونحقق إن شاء الله الازدهار والتقدم لشركاتنا المتواجدتين، إما مؤسسة نفطال من جانب الوطني في الجزائر أو مؤسسة أجيل اس ان دي بي تونيزي. وهذه فرص كبيرة لكل طرف ينجم يستغلها ويديها يدي منها الجانب الإيجابي باش يطور الجانب الاقتصادي لمؤسسته من، وهذا يندرج في إطار التوجيهات السامية لقيادة الدولتين، القيادة الجزائرية على رأسها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أو السيد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد. ونحن مؤسستين وطنيتين نعمل في الاتجاه لتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.